صعود. نبدأ في أي مركز؟ أنس في أي مركز؟ الثالث. ها؟ أنت بالثالث؟ أبدأ المركز الثالث، ما بيقول أنا أبي الأول. أنت وش تبي؟ المركز الأول. تبي نبدأ بالأول؟ أبدأ بالثالث. خلاص، علشانك نبي نبدأ في المركز الثالث. إيه؟ محمد بندر أي مركز؟ نبدأ في الرابع؟ علشانك نبدأ بالسابع. مناحي في أي مركز نبدأ؟ المركز اللي تبي تبدأ به أنت. طيب. حلو، سكر الباب عليه. سكر خلاك برا. الله الله. محمد بندر انا خذيت منك كلمه؟ لا صح، سم ما خذيت. يلا تكلم، يلا كلمه روحي. كلمه لا جاء اخر يوم. يلا تكلم الحين قدام الكاميرا. صافين بشناطنا، اسمعني هنا تجي الكلمه من قلب صدق. خلاص اقدر ما اقدر. لا 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 بتكلم مثلك مثل اخويانك. هذه كاميرتك. اخويانك ما خلاص اخر يوم عشان تجي الكلمه صادقه لجمهورنا العزيز. ليه الحين يعني كلام اخويانك مو صادق؟ انا من ناحيتي انا من ناحيتي انا يعني كلام اخويانك مو صادق يعني؟ عادي عادي قول. تسمع انا اتكلم عن نفسي هذا صح؟ صح؟ طيب احنا نمزح. الهيب الهيب الهيب. احنا نمزح الله اعلن وروح داخل. احنا نمزح بس ما وصل لك. بس ما انا ما كنت امزح. بس وصل قبل يومين. ارتحت علي انا استغفر. انا داري اخذتها هناك. انا داري اخذتها اعطيك. مسكني يا اخوي. خليني اقدح العالم. طيب خلونا نشوف المركز الثالث. خلونا المقدم اخوي انا تسحبه كذا. سوى معي انا اعذرك عادي. اضربني انا عشان او اضرب. احلم احلم. اضرب ابو شبيب. والله ابو شبيب فارس اضربه. طيب الحاصل على المركز الثالث بدعم محبينا وجمهوره وربعه وكل طيب وقف معاه في هاللحظات الاخيره من هذه النسخه اللي تركت بصمتها على قلبك عزيز المشاهد. وش تبي تشوف؟ عادي شوف. ساجي يا اخوي عادي شوف. قصيده يا اخوي. اي خلاص ما عليك، انا حريص جدا يا حاتم لا تخاف علي. حاتم انا. طيب بتصويت محبينه ودعم محبينه وجمهوره لسان حاله يقول من جد يلقى بالمقابيل مجهود وبعيوننا بتعرف وش هو هدفها. الف مبروك يا علي الشمراني. كنا فيها مرتنا وعشناها بلياليها لياليها حزن وفرح وطموح ونجاح رغبة حلم امنيات وتفاصيل قنات الواقع بزنس فارق لا 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 انت اللي تبي تبي هذه تبي هذه تبي اللي عند المجلس تجيك. الله يطول لي عمرك. اول شيء اقول الله يبيض وجه ربعي وجماعتي ما استغرب منهم الله الطيب، وقفوا معي من بدايه البرنامج لاخر البرنامج ووقفه جمهوري الله يبيض وجيههم جميع ولا استغرب منهم الوقفه هذه، وباذن الله ما تنام عينه. ما هي بس الوقفه هذه، تشوفون فعلها في النهايات باذن الله. الله يطول اعماركم. الله يطول اعماركم لا يهينكم. وباذن الله ما تنام عينه ان نقدم خلال الاسبوع ذا اللي يرضيكم وينال على اعجابكم. الله يبيض وجيهكم ويجمل حالكم لا يهينكم ويجعلني عند حسن حقوتكم او اعلى. بيض الله وجيهكم على كل حال. تستاهل. الله يطول اعماركم. تستاهل. 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 علي الشمراني الحاصل على المركز الثالث في بطاقة